السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مقرر الريادات للإدارة. إن شاء الله في هذه المحاضرة سوف نستعرض معا بعض التطبيقات العامة على التفاضل والتكامل والجزء الخاص بالرياديات المالية، الربح البسيط والربح المؤجل. نستعرض أولا في البداية لكل الناس اللي هي متابعة معانا قواعد التفاضل بسرعة كده بشكل سريع، وبعد كده نستعرض بعض التطبيقات اللي احنا ذكرناها قبل كده تأكيدا وتسهيلا للتفاضل وتطبيقاته والتكامل وتطبيقاته. في البداية عندي رقم واحد او القاعدة الاولى من التفاضل. القاعدة الاولى من التفاضل بتقول ان انا لو عندي دالة f of x بتساوي عدد ثابت وليكن مثلا 5، ذكرنا في السابق ان f داش of x ويرمز له بالرمز المشتقة الاولى للدالة بيساوي 0، اي ان مشتقة اي عدد ثابت هي بتساوي 0. دي المشتقة او القاعدة الاولى اللي احنا ذكرناها قبل كده، ايا كان شكل الثابت مش هيختلف معايا او مش هيتغير معايا. لو قلت مثلا y، طبعا لما اقول y هي بالظبط زي لما اقول f of x، فلو قلت y مثلا بتساوي جذر 7، فجذر 7 ده عدد ثابت، يعني مش معنى ان هو جذر بعدد متغير، لا، متغير عندما يكون يوجد في المتغير عندي x. لو احنا بصينا دلوقتي كونه عدد ثابت جذر 7، يبقى المشتقه الاولى للداله في هذه الحاله بتساوي صفر. دي القاعدة الأولى اللي احنا ذكرناها بالنسبة لقواعد التفاضل. القاعدة الثانية اللي احنا قلنا عليها، عندي اللي هو لو عندي f of x بتساوي x مثلا، قال لي هنا المشتقة، طبعا x هنا بنوضح هي أس واحد، فيبقى عندي المشتقة f داش of x بتساوي 1. طبعا لما نقص الاس واحد، الواحد ده لما نقصه هتبقى صفر، لذلك f of x بتساوي 1 و x اس صفر بواحد، يبقى المشتقة بتساوي 1. طيب لو انا عندي f of x مثلا بتساوي سالب 2x، لما اجي اوجد المشتقة الاولى للدالة، طبعا احنا ذكرنا ان مشتقة الاكس بتساوي 1 مضروبة في سالب 2، يبقى الاف داش اوف اكس بتساوي سالب 2 في 1 اللي هي مشتقة الاكس، يعني هنا بنقول ان مشتقة الاكس بواحد، لما اضرب سالب 2 في 1 يديني سالب 2. طبعا لما اجي اقول اف اوف اكس بتساوي، اف اوف اكس بتساوي مثلا 4 اكس زائد 3 مثلا، 4 اكس زائد 3، لو جينا نجيب المشتقة الأولى للدالة هنا f داش x، عندي أكتر من حد في الدالة، فعندي 4x بيشتق على حدة، آدي 4x، لما آجي أشتق الـ 4x، طبعًا إحنا يهمنا الـ x دي، طبعًا الـ 4 دي قلنا عليها معامل الـ x، بشتق الـ x بواحد يبقى 4 في 1 يساوي 4، زائد كام بقى؟ زائد 3. التلاتة دي مشتقتها لأنه عدد ثابت يبقى مشتقتها صفر. عايز نكتب زائد صفر علشان يبقى واضحة ما ننساش، أو ممكن نكتب على طول بسهولة وباختصار يساوي 4، وفي ناس بتقول لا داعي لكتابة الصفر، ولكن في بنحب نوضحها وبعد كده نبقى احنا عارفين هي بتقول ازاي. طيب لما نقول f of x بتساوي مثلا 2 على 5 اكس، طيب 2 على 5 اكس في البدايه مشتقه الاكس بواحد مضروبه في الخمسه، في 2 على 5 يبقى عندي 2 على 5
في واحد يبقى الاف داش او المشتقة الاولى للدالة قلنا قبل كده بتساوي معامل الاكس اللي هو 2 على 5. ده بالنسبة للمشتقة. القاعدة الثانية بعد كده بنروح للقاعدة رقم 3، وهي بقى تعميم. تعتبر القاعدة رقم 3 دي تعتبر تعميم للقاعدة الأولى والثانية مع بعض. يعني القاعدة 3 هي عبارة عن تعميم أو تشمل القاعدة رقم 1 والقاعدة رقم 2. هنا القاعدة رقم 3 يبقى معنى كده ان القاعدة الاولى والتانية والتالتة ممكن احطهم في قاعدة واحدة. ازاي؟ قال لي ان انت بقى اي حد ينطبق عليه، لو انت عندك y بتساوي x اس n، x اس n اي اس بقى، حيث الان ده عدد، حيث الان ده اي عدد صحيح او عدد كسر، ممكن نقول عدد نسبي علشان يبقى احنا بنعمم، ولما نيجي او ممكن نعمم خالص ونقول عدد حقيقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما نيجي نشتق الواي داش، انا عندي الاس هنا اللي هو كام؟ الان. بضرب الاس ده في المعامل زي ما ذكرنا قبل كده. طبعا المعامل هنا اقدر اقول ان واحد، فبضرب الان في واحد تديني ان، والاكس ده والان دي اللي هو الاس بنقصه واحد يبقى هو ان ناقص واحد. وبالتالي القاعدة دي تشمل القاعدة الاولى والتانية زي ما ذكرنا. ازاي بقى؟ تعالوا بقى لما ناخد مثال على القاعدة رقم 3 اللي هي بتشمل القاعدة الأولى والتانية زي ما ذكرت. هنا مثلا وليكن ده اللي عندي بالصورة دي، كسرات حدود بالصورة دي. لما نقول x تكعيب زائد 5 x تربيع ناقص 2 x زائد كام؟ زائد 7. دي عبارة عن دالة كسرات حدود. يبقى بنطبق القواعد الأولى الثلاثة. طبعا القاعدة الثالثة قلنا تشمل الأولى والثانية. أجي أجيب الإف داش أوف إكس يبقى بيتساوي هنا الأس 3 هيتضرب هنا، يفترض إن هو واحد، يبقى 3 في 1 ب3. وبعدين طب التلاتة دي بنقصها واحد يبقى 3 ناقص واحد. دي الخطوات التفصيلية اللي بتتم. زائد الاثنين اللي هو الأس ده هضربه في كام؟ هضربه في 5. يبقى عندي 5 مضروبة في الاثنين اللي قلت عليها دي. الاكس الاس هنا 2 هنقص منه كام؟ هنقص منه 1. وكذلك طبعا احنا قلنا مشتقة الاكس بيساوي 1، لان هي اصلا اكس اس 1 هنا، هنا اكس اس 1. فبضرب الواحد في الاثنين بتساوي 2. وطبعا الاكس لما نقصها هي علشان الناس تبقى واضحة، ادي 1 ناقص 1 زائد طبعا السبعة مشتقتها كام؟ مشتقتها صفر. انا بشرح المثال بطريقة تفصيلية وبعد كده هنحط الحسابات على طول، مفيش داعي نعمل كل ده، ولكن عشان نبقى احنا فاهمين ايه الخطوات اللي بتتم اثناء التفاضل. هنا بقت 3، هنقول 3 طبعا 3 ناقص 1 اصبحت اكس تربيع. هنقول 5 في 2 اصبحت بكام؟ ب10. وهنا الاكس اصبحت اس 1، ممكن نكتب الواحد وممكن ما نكتبوش. وهنا ناقص 2، وطبعا دي اصبحت اكس اس 0، واي حاجه اس 0 بتساوي 1، وده مشتقتها كام؟ مشتقتها 0. طيب ناخد بقى مثال تاني على القاعده دي، وهي y بتساوي مثلا لما نقول 7 اكس اس 3 ناقص 2 اكس اس 4 زائد 5 اكس تربيع زائد 11. خلاص ابتدينا نعرف بقى الخطوات بتتم ازاي. هنحسبها بشكل مباشر، وياريت تحسبوا معايا وكل واحد يشوف نفسه هيعمل ايه الصح بعد ما نحل السؤال. هنا 7 اكس اس 3، فبالتالي هنعمل ايه بقى؟
هنعمل السبعة في ثلاثة يبقى عندي 21 وتنقص واحد يبقى اكس تربيع. الأربعة هضربها في سالب 2، أظن واضح العملية بسيطة، عملية ضرب بسيطة. 4 في سالب 2 بسالب 8، وبعدين x أس 4 لما ينقص الأس ده 1 هيبقى 3. بعد كده الأس 2 هضربه في 5 يبقى موجب 10، والإكس طبعا هتبقى أس 1 وهنا هيبقى زائد 0. يعني مش فيش داعي نكتب كام، نكتب 0. طيب تعالوا برضو نأكد الكلام بتاعنا ونقول مثال تاني علشان الناس ناخد بعض الأمثلة المتنوعة. وليكن مثال مثلا بالشكل ده، مثال عندي f of x بتساوي، يقول لي مثلا 3 x أس سالب 5. ادي أس سالب 5، حاجة شكلها جديد ولكن هو نفس السؤال ونفس الخطوات بتتم. زائد 4 x أس 3 ناقص 2 x أس 7، وعايزين نجيب المشتقة الأولى. بنطبق نفس الكلام، يبقى f داش، واحد هيقول لي طب الأس ده سالب أعمل فيه إيه؟ الأس سالب، سالب 5، ما عنديش مشكلة خالص. زي ما كنت بعمل الأس وهو موجب برضو بنفذ الأس وهو سالب. طب سالب 5 هو عدد، يبقى سالب 5 في 3 تديني سالب 15. قواعد الإشارات في الضرب بقى. هنا بقى السؤال اللي الناس بتلخبط فيه، طب سالب 5 كانت في الأصل سالب 5 وإحنا محتاجين ننقصها كمان إيه؟ نقصها 1. هل هنشوف بعد كده الناتج يبقى إيه؟ زائد هنا عندي 4 في 3 يبقى 12، وهنا تبقى إكس تربيع. هنا هضرب 7 في 2 أصبحت 14 أهوت، والإكس تبقى أس 6. هنا بقى لما كنا بنقول عندي سالب 5 بضربها في سالب في 3 أصبح الناتج سالب 15، علشان هنا ضربت عدد موجب في عدد إيه؟ سالب. الجزئية الثانية ناخد بالنا منها علشان في ناس، بعض الناس بتاخدها بشكل سريع فبتغلط. سالب 5 سالب 1، السالب 5 لما نقصها 1 هيبقى يديني سالب 15 إكس أس كام بقى؟ سالب 5 سالب 1، يا ترى سالب 4، يا ترى موجب 4، يا ترى 6، يا ترى سالب 6. لو رجعنا لقاعدة الحساب للأعداد المتشابهة في الإشارات، يبقى سالب 5 سالب 6 سالب 1، سالب 5 سالب 1 تساوي سالب 6، يبقى هنا الأس سالب 6. يبقى سالب 5 لما نقصتها 1 أصبحت سالب 6. هنا زائد، هي زي ما هي 12 إكس تربيع ناقص 14 x أس 6 كما هي. كده يبقى احنا دخلنا في المشتقة الثانية في القاعدة الثالثة، وانتهينا منها في بعض الأمثلة اللي احنا ذكرناها. ويمكن عندي حل عدد من الأسئلة على هذه النوعية. القاعدة الرابعة وهي بتتكلم على ايه بقى؟ احنا قلنا بقى ونلاحظ ونركز علشان في القاعدة دي رقم 4، في بعض الناس بتعمل الخطوة الأولى وتنسى الباقي. هو بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي لو أنت عندك مقدار مثلا دل بهذا الشكل 3 x تربيع ناقص 5 x زائد 6، وراح عامل لي كده دي عبارة عن دلة أس 7. يبقى أنا عندي مشتقة الدالة اللي قدامي دي والقاعدة رقم 4، اللي هي عندي قوس 3 إكس تربيع ناقص 5 إكس زائد 6. الدالة دي مرفوع لها الأس كام؟ 7. يبقى أنا عندي خطوتين ما ننساهمش. لما أجي أوجد المشتقة الأولى بشتقها على خطوتين. الخطوة الأولى إن أنا بنزل الأس أضربه في القوس ده تاني،
بنزل الاس اضربه في القوس ده تاني تبقى انا عندي 7 اهو، واكتب القوس كما هو 3 اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 6 ونقص الاس 1 اصبحت كام؟ 6. اعيد تاني الخطوه دي. بنزل الاس ده 7 اضربه في القوس هنا يبقى عندي 7 هي 7، وكتبت القوس نقلته زي ما هو، وبعدين نقصت الاس 1 بقى كام؟ بقى 6. ثم عمليه ضرب كده دوت اللي هي ضرب يعني مشتقه ما بداخل القوس. الخطوه الثانيه بقى اللي هي مشتقه ما بداخل القوس اللي هو 2 في 3 ب 6 اكس طبعا اس 1 ناقص 5 في 1 يبقى 5، والسته مشتقتها كام؟ 0. ويبقى خلاص كده انهيت خطوات الاشتقاق او التفاضل. ويبقى اللي بعمله في الخطوه القادمه دي هي عمليه تنظيميه وترتيبيه للحدود. ببدا بالقوس بالعدد اللي هو 7، ثم القوس الصغير اللي هو 6 اكس ناقص 5، وبعدين بكتب القوس اللي هو 3 اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 6 الكل اس كام؟ اس 6. دي بالنسبه للقاعده الرابعه اللي هي مشتقه الداله مرفوع لها اس. بشتق الاس عادي واضربه في قوس الداله ونقصه 1. ثم ما انساش بقى، لان معظم الطلاب بيجوا على يعملوا الخطوه الاولى مظبوط تمام، وننسى ان في تكمله للمساله اللي هي مضروبه من في مشتقه ما بداخل القوس. مثال تاني علشان نقدر نستوعب النقطة دي ونغطيها كويس جدا. عندي مثال تاني على القاعدة الرابعة. يقول لي لو انت عندك واي بتساوي بقى ايه؟ 7 اكس اس 3 ناقص 5 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 2، وهنا اس 10. ما عنديش مشكلة في السؤال، أنا عندي الخطوات ما بتتغيرش، ونفس الفكرة بعملها، يعني أنا بركز على استعادي للخطوات وبتتنفذ في السؤال، ما عنديش أي مشكلة. طيب، هنا لو عملناها خطوات، عملناها خطوات عشان نفتكر مع بعض. ستيب 1 الخطوة الإيه؟ الأولى. نركز مع بعض عشان حتى لو نسينا نفتكر كان في خطوة أولى وكان في خطوة تانية. الخطوة الأولى اللي هي y داش إيجاد المشتقة الأولى، بضرب الأس اللي هو بتاع القوس ده 10 بضربه في القوس هنا يبقى آدي العشرة، آدي العشرة هي. طب بعمل إيه بعد ما أكتب العشرة؟ بنقل القوس نقل، يعني بنقله نقل كده 7 إكس 3، يعني بقرا من المساله واكتب مفيش اي مشكله عندي. اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 2، ثم عندي بنقص من الاس 1 يبقى 10 ناقص 1 اصبح الاس كام؟ 9. هل كده خلصت المساله؟ طبعا لا، لسه دي الخطوه الاولى بس، اللي هو بضرب الاس في المعامل واكتب القوس زي ما هو الداله زي ما هي، وبعد كده بنقص من الاس 1. نخش بقى على الخطوه الثانيه اهو ستيب 2 علشان نفتكر اهو. ثم مضروبا في مشتقه ما بداخل القوس، يبقى بفتح قوس كده واشتق الداله دي جواها اللي جوه القوسين دول بشتقها هنا، يبقى 7 في 3 ب 21 اهو اكس ونقصها 1 تبقى تربيع ناقص 2 في 5 يبقى 10 اكس اس 1 طبعا ناقص زائد 4 اكس ال 4 في 1 تبقى ب 4 طبعا، واللي تسالب 2 مشتقتها 0 واقفل القوس واقدر ارتبها. او حد هيقول لي هو لازم ارتب؟ هو شكلا يبقى مظبوطه، ولكن اذا سبتها كده ما عنديش مشكله. يبقى واي داش هتساوي طبعا العدد بيتكتب الاول، دي الحاجات الاساسيه والبيزك في تنظيم الخطوات. ثم القوس الصغير اللي هو مضروب
عندي 21 اكس تربيع ناقص 10 اكس زائد 4 مضروبا في القوس ده اللي هو حسب بس الترتيب 7 اكس اس 3 ناقص 5 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 2 اس 9. وكده انتهينا من حل السؤال. طيب في بعض الاحيان يجي لي مثال زي كده اللي هو واي داش بتساوي 1 على 3 اكس اس 5 زائد 4 اكس 90 زائد 16 اس مثلا 8 كده كده مثلا اس 8 كده. طيب انا اعمل ايه بقى واتصرف ازاي؟ اولا علشان اقدر اشتق السؤال بالشكل ده لازم يتم نقل القوس من المقام اهو الى البسط، يعني بشيله كده من المقام الى البسط. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ يؤدي بقى الكلام ده الى ايه؟ الى تغيير إشارة القوس. القوس ما بيتغيرش في أي شيء، وإنما لما يجي القوس ده موجود في المقام يبقى قبل ما أبدأ أعمل أي خطوات أو أشتق، لأنه لا يجوز الاشتقاق بهذا الشكل إلا على صورة خارج اسم الدالتين، ودي هتبقى بالنسبة لنا مشكلة. فبحاول أوصل المسألة لشكل أبسط قبل بداية التفاضل. فبعمل إيه بقى؟ بقول واي أهوت، أنا كتبت واي ما كتبتش واي داش، لأن أنا هعمل تظبيط في شكل السؤال، هغير في شكل السؤال علشان يكون أبسط بالنسبة لي في التفاضل. إزاي بقى؟ لما القوس ده أس 8 في المقام، لو شلت القوس ده كتبته في البسط ده، كل اللي بتغير التمانية بدل ما هي موجب لما اكتبه فوق هتبقى الأس سالب 8 بس. يبقى أنا كده لو نقلت القوس ده يبقى 3 إكس تربيع زائد 4 إكس تكعيب زائد 16، هقفل القوس أصبح أس سالب 8. حد هيقول لي ده السؤال كان بيقول أس 8، بس ده كان أس 8 لما كان القوس فين؟ في المقام. لما نقلته وكتبته في البسط أصبح الأس سالب 8، وبالتالي أقدر أجيب المشتقة الأولى بقى بسهولة خالص حسب القاعدة بدون أي مشكلة نهائي، وهي واي داش بتساوي أدي سالب 8 مضروبة في القوس نفسه 3 إكس تربيع زائد 4 اكس تكعيب زائد 16. وما ننساش ان احنا قلنا سالب 8 لما اصحى 1 سالب 8 سالب 1 تصبح سالب 9 مضروبة في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 3 في 2 يبقى 6، 3 في 2 يبقى 6، 3 في 2 يبقى 6. طبعا هنقول مشتقة ما بداخل القوس اللي هو 2 في 3 يبقى 6، ادي اكس، ثم 4 في 3 تبقى زائد 12 اكس تربيع، ثم 16 مشتقتها بتساوي 0 ونقفل القوس وانتهت المسألة على كده، وممكن ارتب الاقواس او اسيبها كما هي. ده بالنسبة للقواعد الاساسية بالنسبة للقاعدة الأولى إلى الرابعة. قاعدة مهمة جدا حسب القاعدة اللي فاتت دي، لو أنا عندي y أو f of x بتساوي 1 على x
أس إن، وهنا اشترط إن الـ N لا تساوي واحد، الـ N لا تساوي واحد. السؤال اللي زي ده واحد على إكس أس إن، ما ينفعش أشتقه كده، ما ينفعش أشتقه كده. ممكن أتغير في شكله إزاي؟ أنا بقول سؤال أو بقول معلومة، لو جالي أي دالة واحد على إكس أس إن، الـ N دي أي عدد ما عدا الواحد. على سبيل المثال لو جالي f of x بيساوي مثلا واحد على x أس خمسة مثلا، ما ينفعش اشتق كده. طب ازاي بقى علشان ما دخلش نفسي في صعوبات وقواعد صعبة؟ قال لي قبل ما تشتق ان للx أس خمسة دي في البسط، يبقى الx f of x، ما قلتش f داش اهو، ما جبتش مشتقات ولا حاجة، ده انا هظبط او اغير شكل المسألة وانقلها في البسط، هيبقى x أس سالب كام؟ 5. هنا بقى أوجد المشتقة الأولى، هنا أوجد المشتقة الأولى، فتبقى f داش أوف x حسب القواعد بتاعتنا بتساوي سالب مضروبة في 5، x سالب 5 سالب 1 قلنا تبقى سالب كام؟ تبقى سالب 6. نراعي بس بعض الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. طيب القاعدة التالية وهي إيه بقى؟ اللي هي القاعدة الخامسة، ودي من القواعد الأساسية في التفاضل كما ذكرنا قبل كده، اللي هي مشتقة حاصل ضرب دالتين، مشتقة حاصل ضرب دالتين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيجي لي دالة بالشكل ده f of x بتساوي، يجي يقول لي إيه؟ 2 x زائد 1 في 3 x زائد 6، 3 x زائد 6. هنا ألاحظ ان ده عبارة عن قوس مضروب هنا في قوس تاني، فبعتبر دي دالة اولى f 1 دالة اولى، وبعتبر دي دالة تانية، وبعتبر دي دالة تانية، والاثنين مضروبين في بعض. بصوا بقى، بعض الناس او بعض الطلاب اللي بياخد الامور ببساطة يجي يعمل ايه؟ الكلام اللي انا هقوله ده في بعض الناس بتعمله، الكلام اللي انا هقوله ده في بعض الناس بتعمله وبتغلط فيه، الكلام اللي انا هقوله ده في بعض الناس بتحل السؤال بشكل خاطئ. يعني يجي يقول لي ايه بقى؟ يجي يقول لي f داش وف x، يروح قايل مشتقة الاثنين باتنين، مشتقة الواحد بصفر وهكذا، ويجي يقول لي هنا مشتقة الثلاثة x بثلاثة، ومشتقة الصفر بالستة بصفر، ويجي يقول لي اتنين في ثلاثة بيساوي كام؟ بيساوي ستة، ويعمل كده. يعني ببساطة خالص يقول لي مشتقة ده باتنين، مشتقة ده بكام؟ بثلاثة، ويجي يقول لي اتنين في ثلاثة يساوي ستة. طبعا الكلام ده خاطئ بنسبة 100%، بس للأسف في بعض الطلاب اللي مش مستوعبين القواعد كويس بيحاول يفكر من نفسه، ولما يفكر من نفسه بيلاقي نفسه بيعمل حاجة مقلناش عليها وخطأ جدا. يبقى لازم نتراجع عن الكلام اللي انا قلته ده، ماشي، لانه خاطئ بهذا الشكل هو. يبقى كل الكلام اللي فات ده بعض الناس بتعمله بشكل خاطئ. طب القاعدة لما يجيلي كده اعمل ايه؟ بسيطة جدا، بسيطة جدا. قال لي ايه بقى؟ القاعدة بتقول عندك دالتين، هات مشتقة الاولى واضربها في التانية، يعني اعملها على خطوتين زي ما ذكرنا قبل كده. ادي ستيب 1 اهو، نمشي بقى علشان نتذكر. ستيب 1 معناها ايه؟ معناها خطوة اولى. بعمل ايه في الخطوة الاولى؟ انا عندي دالتين مضروبين في بعض، اشتق الاولى يبقى كام؟ 2، اضربها في التانية زي ما هي، يعني مرة ومرة، مرة اشتق الدالة الأولى أسيب التانية اللي هي 3x زائد كام؟ زائد 6. دي الخطوة الأولى. نيجي بقى للخطوة الإيه؟ التانية اللي هي نجزأ السؤال كده ستيب 2 أو الخطوة التانية. هنا طبعا مشتقة الأولى في الدالة التانية، هنا الإشارة إيه؟ زائد، مش ضرب بقى، لأن أنا عملت جزء من المسألة. مشتقة الأولى اللي هو 2 مضروبة في الدالة الثانية اللي هي كام؟ 3x زائد 6 كما هي.
ونبتدي نكرر الكلام ده، نعكس الكلام ده. مشتقة التانية اللي هي 3x زائد 6 اللي هي يبقى مشتقتها 3 مضروبة في الدالة الأولى اللي هي 2x زائد 1. تاني نشتق دالة ونضربها في التانية ونكتب التانية زي ما هي، زائد مشتقة التانية ونضربها في الأولى كما هي. كده أنا خلصت الجزء الخاص بالتفاضل. الخطوات التالية هي عمليات حسابية لتبسيط الحل ووضعه في أسهل صورة فقط. حد هيقول لي أنا لو سبتها كده هقول له الواجب على أي خطوات رياضية إن هي توصل لأسهل صورة. لماذا؟ لمصلحة كل طالب. ليه بقى؟ إن هو يوصل الخطوات لأسهل صورة، لأن لما يجي لي سؤال في الاختبار ويحط لي الناتج في الاختياري هيحط لي الناتج بتاع السؤال في أبسط صورة. فإذا لم ما كنتش متعود إن أنا أوجد الخطوات ووصل الناتج لأبسط صورة يبقى عندي مشكلة في اختيار الإجابة الصحيحة، لأن كما ذكرت الإجابات بتيجي في الاختيارات لأبسط صورة ليه. طب هنعمل إيه؟ سهلة جدا. أنا عندي هنا 2 عدد مضروب في قوس، بنوزع 2 في 3 إكس يبقى 6 إكس، 2 في 6 يبقى موجب 12 اهو، سهلة بسيطة خالصة. بعد كده زائد كما هي 3 في 2 إكس برضو ب 6 إكس اهو، 3 في 1 يبقى دي موجب 3. طيب أنا كده خلصت؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لأن أنا عندي حدود متشابهة، لازم تجميع الحدود المتشابهة إلى حد واحد فقط. هنا 6 إكس زائد 6 إكس يبقى بيساوي 12 إكس. واحد هيرد عليا دلوقتي ويسأل هو ليه أنا قلت 12 إكس ما قلتش 12 إكس تربيع؟ لأن في الجمع يتم جمع المعاملات ولا يتم تغيير الرموز. يبقى 6 زائد 6 يساوي 12 والإكس زي ما هي، زائد 12 زائد 3 يساوي كام؟ 15. وبالتالي لما يكون السؤال ده موجود في الاختبار هيكون الإجابة بتاعتي y داش أو نقول عليها f داش of x هو بالشكل ده، هيكون موجود 12 x زائد 15. فبالتالي أنا من يهمني إن أنا أوصل الناتج لأبسط صورة. ده بالنسبة للقاعدة دي ومهمة جدا. عندي قاعدة أخرى وهي إيه؟ وهي مشتقة حاصل ضرب دالتين خارج اسم الدالتين بقى، القاعدة السهلة. يجي يقول لي إيه؟ f of x عبارة عن كسر كده. مثلا g of x دالة اسمها g of x أي دالة على دالة تانية اسمها h of x. ده خارج اسم الدالتين. ده بسط. ده كده بنقول عليه بسط. وده كده بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه مقام. يبقى تجيني مثلا دالة f of x مثلا كده بتساوي اول مثلا 3 x ناقص 2 على 5 x زائد 3 مثلا. فانا عندي هنا كسر، هنا ده بقول عليه الدالة الاولى اللي هو بنقول عليها g of x، ده رمزنا لها او سميناها كده اللي هو البسط، وده بنسميه الايه؟ المقام. هنا بقى بتختلف القاعدة، لأن القاعدة قال لي بقى إيه؟ قال لي هنا F داش of X بيساوي بقى، نبدأ من الشمال لليمين وإحنا ماشيين كده، قال لي مشتقة البسط، مشتقة الإيه؟ البسط مضروبة فين؟ في المقام، ناقص، الناقص دي ثابتة، الناقص دي ثابتة، الناقص دي ثابتة. مشتقة البسط احنا ماشيين كده، ماشيين كده، مشتقة البسط مضروبة فين؟ في المقام، ناقص، الناقص دي ثابتة، ناقص ايه بقى؟ مش العكس بقى، مشتقة المقام مضروبة فين؟ في البسط. هل كده خلصنا؟ لا طبعا، ناس بتنسى او ناس ما بتكملش. على المقام بين قوسين كده واحط ايه؟ تربيع. طبعا لو انا عارف القاعده تطبيقها سهل جدا، بس هي مشكلتها
ان هي طويلة شوية ومحتاجة اكون عارفها علشان اقدر اطبقها او استخدمها. طب تعالوا كده نشوف المثال هيتحل ازاي. اهو مسألة اهي في صورة بسط ومقام 3x ناقص 2 على 5x زائد 4. عايزين نجيب مشتقة الدالة دي، وهي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كسر. كسر يعني ايه؟ يعني دالة كسرين، يعني مكون من بسط وايه؟ ومقام. تعالوا بقى نشوف المشتقة الاولى كالاتي، زي ما قالت القاعدة نطبقها حرفيا. اهو مشتقة البسط اللي هو ده، ال 3x مشتقتها 3، تمام كده؟ مضروبة في المقام 5x زائد 4. طيب كده وخلاص؟ لا، 3 مضروبة في مشتق في دالة المقام 5x زائد 4. اتفقنا الإشارة دي ايه؟ الإشارة دي ناقص، الإشارة دي ناقص ثابتة، القانون بيقول ناقص. ناقص ايه بقى؟ مشتقة المقام، المقام ده مشتقته 5، ادي 5 هي مضروبة في البسط اللي هو 3x ناقص 2 على المقام تربيع. واحد يقول لي طب انا ايه موضوع المقام تربيع ده؟ انقله كده اهو 5x زائد 4 وحط عليه تربيع وبس، مجرد ان انا اكتبه ومبعملش اي حاجة تاني خالص. بعمل ايه بعد كده؟ قلنا بنوصل الناتج لأبسط الصورة. ليه؟ علشان اما يجيلي الاجابة اقدر اختارها بسهولة. طب ازاي بقى؟ هضرب التلاتة في الخمسة. اهو 3 × 5 = 15، ادي اكس. 3 × 4 بموجب كام؟ بموجب 12. هنا بقى الخطأ الكبير اللي بيقع فيه الناس اللي هي الايه؟ السالب، بننساه. قبل ما اضرب السالب دي تتضرب في الخمسة قبل ما تتضرب جوه، يبقى سالب ودي 5، يبقى اصبح سالب في 5 اصبحت دي سالب 5. لما نضربها جوه يبقى سالب 5 في موجب 3، سالب 5 في موجب 3 جت الخمسة. حد يقول لي ده الخمسة هي بس موجب، اقول له لا، القانون فيه سالب، والسالب دي تتضرب في الخمسة تبقى سالب 5. واحد يسألني طب لو الخمسة دي اصلا سالب كده، لو هي سالب كده يبقى معنى كده ان هضرب السالب في سالب تبقى ايه؟ موجب. بس هنا عندي اشارة موجب وليس سالب، يبقى سالب في موجب بسالب 5، ثم نضرب السالب 5 تديني سالب 15 اكس. وما ننساش ان السالب 5، ان السالب مضروبة في دي تبقى سالب 5، لما اجي اضربها في سالب 2 تبقى موجب 10 كده. بس على المقام تربيع هعمل فيه ايه؟ هنقله زي ما هو 5x زائد 4 الكل ايه؟ تربيع. سيبها كده؟ لا طبعا، لما يجي لي مساله فيها حدود متشابهه نلاحظ هنا في 15x وفي سالب 15x، يبقى مجموعهم صفر. ليه صفر بقى؟ لان 15 ناقص 15 صفر، صفر مضروبه في اكس بصفر، يبقى بتساوي، هتساوي ايه بقى؟ عندي 12 زائد 10، 12 زائد 10 يبقى كام؟ 12 زائد 10 يبقى 22 جمع عادي على المقام زي ما هو تربيع 5x زائد 4 الكل ايه؟ تربيع. دي القاعدة المهمة جدا اللي هي مشتقة خارج اسمة دالتين زي ما قلنا قدامنا بهذا الشكل. عندي بعد كده خدنا مشتقة الدالة الأسية، بعد كده رقم 7 مشتقة الدالة الأسية، وقلنا مشتقة الدالة الأسية دي أسهل منها مفيش. يعني إيه بقى؟ f of x بيساوي e أس سالب 2x، e أس سالب 2x دي مشتقتها سهلة جدا. الدالة الأسية دي مشتقتها عبارة عن إيه؟ f داش of x بتساوي مشتقة الأس في نفس الدالة. اهو اظن واضح، مشتقة الاس في نفس الدالة. طب الاس عندي كام؟ سالب 2x، مشتقته كام؟
يبقى سالب 2 في اهو، في اهو اهو نفس الدال اللي هي اي اس سالب 2 اكس، وادي مشتقه الاس اهي مضروبه في الداله، وادي المشتقه بتاعها اهو. واحد هيقول لي هو كده بس؟ اه هو كده بس. ادي مثال تاني اهو، بيساوي اي اس مثلا اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 7. واحد هيقول لي طب انا اعمل دي ازاي؟ ما هو ده ايه؟ على فكره ده اي اللي هو بنقول عليه ايه؟ قلنا عليه قبل كده، بذكر الناس ان هو اساس اللوغاريتم الطبيعي. اساس اللوغاريتم الطبيعي. خلاص كده؟ يبقى هنا لما اجي اشتق ادي اف داش اوف اكس، قلنا بنعمل ايه؟ مشتقه الاس، ده تشتقه كانه دال اللي هو 2 اكس زائد 3 نافل القوس، نضربه ونكتب الداله ننقلها اهو، زائد 3 اكس زائد كام؟ زائد 7. بس هل فيها اي مشكله؟ ادي مشتقه الداله الاسيه. طيب مشتقه بعد كده خدنا مشتقه الداله اللوغاريتميه، وخدنا اللي هي رقم 8، رقم 8 اللي هو اف اوف اكس بيساوي لين اكس. اللين ده قلنا عليه قبل كده اللوغاريتم الطبيعي. لو حد معانا قلق آلة هتلاقوا في مفتاح مكتوب عليه لين بهذا الشكل، ده اسمه اللوغاريتم الطبيعي. وطبعا عندنا مشتقة اللوغاريتم الطبيعي ده سهل جدا، اسهل ما يمكن، بس احنا نعرف القاعدة. مثلا لما يجي يقول لي اف اوف اكس بتساوي لين اكس بس كده، زي المسألة اللي فوق ده، قال لي مشتقتها اف داش اوف اكس بتساوي مشتقة الدالة على الدالة، يعني مشتقة الاكس دي بواحد على نفس الدالة اللي هي كام؟ اللي هي اكس، مشتقة الدالة على الدالة نفسها. لين اي دالة هنا بين القوسين، يعني مشتقة اللين ببساطة ايه؟ اشتق اللي بين القوسين واقسمه على نفسه، اشتق اللي بين القوسين واقسمه على نفسه. طيب حد هيقول لي طب انا اعمل ازاي؟ انا مش فاهم الكلام اللي بتقوله ده. ايه مشتقة الدالة؟ مثال تاني هو يوضح للناس. يقول لي ايه؟ لو انا عندي اف اوف اكس، اف اوف اكس بتساوي، وكتبت لك لين كده، وكتبت بين القوس بتاع اللين ده اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 6، كلام كتير اهو، دي دالة كسرات حدود. يبقى الاف داش او الواي داش اللي هي اف داش نفس المسمى واي داش او اف داش، تساوي مشتقة الدالة دي، مشتقة الدالة دي على نفسها، يبقى 2 مضروبة في اكس زائد 5 في 1 ب 5، مشتقة ال 6 صفر على الدالة نفسها، اكس تربيع زائد 5 اكس زائد كام؟ زائد 6. أي دالة بقى بنعمل نفس الكلام. طيب ده بالنسبة مشتقة اللوغاريتم. عندي بقى بعد كده اتكلمنا على المشتقات العليا. يعني ايه المشتقات العليا؟ كل الكلام اللي فات ده كنا بنتكلم على المشتقة الايه؟ الأولى. طب المشتقات العليا يعني ايه؟ يعني مشتقة ايه؟ تانية وتالتة وهكذا، دي اسمها المشتقات الايه؟ العليا. طب واحد يقول لي طب ازاي الكلام ده؟ أقول له عادي جدا. أدي مثال أهو، واي بتساوي، ويجي يقول لي اكس اس 5 زائد 4 اكس تربيع زائد 3 اكس اس 3 زائد 7، ادي دال، وبيقول لي اوجد المشتقه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وهكذا. طب هو لو طلب المشتقه الاولى، طبعا احنا علشان نجيب المشتقات العليا لازم نبدا بالترتيب، فهو لو طلب المشتقه الثانيه لازم ابدا بالمشتقه الايه؟ الاولى، ثم اكرر نفس المشتقه تاني يديني التاني،
لو عايز التالتة اكرر المشتقة تاني للتانية تديني التالتة. طيب انا عايز دلوقتي المشتقة التانية اللي هي واي دبل داش. طبعا المشتقة الاولى واي داش، قلنا المشتقة التانية واي دبل داش. انا محتاج دي المشتقة التانية، يبقى لازم اجيب الاولى. يبقى الخطوة الاولى ستيب 1 لازم اجيب واي داش المشتقة الاولى، ما ينفعش اجيب المشتقة التانية التانية مباشرة. ازاي بقى؟ 5 اضربها في 1 تبقى 5، انقص الاس 1 تبقى 4، زائد 2 في 4 ب 8 اكس اس 1، هنا 3 في 3 ب 9 وتبقى اكس تربيع، وال7 دي ثابت مشتقته 0. دي المشتقة الأولى وأنا عايز المشتقة الثانية. هعمل المشتقة مرة ثانية، حتى هو بيقول لي المشتقة الثانية، يبقى أعمل اشتقاق للمرة الثانية. إزاي بقى؟ نفس اللي كررته في الأولى أكرر في الاشتقاق في المرة الثانية. 4 في 5 يبقى 20، ونقص 1 تبقى إكس أس 3، 8 في 1 ب 8 تبقى 8 بس، زائد 2 في 9 يبقى 18 إكس أس 1، وهكذا. طب لو عايز المشتقة الثالثة هعمل وأكرر نفس الكلام. من التطبيقات اللي خدناها بقى على التكامل التفاضل اللي هو إيجاد ميل المماس، وأبسط من دي مفيش أي مشكلة. إيجاد ميل المماس، خلي بالك نركز مع بعض، ميل المماس بيساوي المشتقة الأولى، المشتقة الأولى ثم بيديني نقطة إكس بعوض عنها تعويض مباشر، القيمة اللي تطلع هي ميل المماس. يبقى ميل المماس هو يساوي المشتقة الأولى ثم بيديني قيمة إكس بعوض عنها القيمة الناتجة، يبقى هي نفس السؤال. طيب بالتالي هنلاحظ إن أول ما أسمع كلمة أوجد ميل المماس هو أوجد ميل المماس للدالة F of X بتساوي X تربيع زائد 5X ناقص 7. عندما هنا حاجة من الاثنين، يا يقول لي X بتساوي مثلا 1، يبقى الخطوات كالآتي. الخطوات كالآتي، رقم 1 أو الخطوة الأولى بقى زي اتعودنا عشان ما ننساش، بجيب المشتقة الأولى F داش of X حسب ما احنا قلنا 2X مشتقة الإكس تربيع زائد كام؟ زائد 5. يبقى أول ما أسمع كلمة أوجد ميل المماس للدالة، يبقى الخطوة الأولى أجيب المشتقة، الخطوة الثانية أشوف الإكس، أدور على الإكس فين وبكام وعوض عنه إف داش 1. ليه بقى؟ أهي الإكس بتساوي كام؟ 1، يبقى بعوض عن الإكس بواحد، يبقى 2 ضرب 1 اللي هي الإكس زائد 5، يبقى 2 زائد 5 يطلع الناتج 7. هو ده الناتج، هو ميل المماس. يبقى خطوة أولى بشتق، خطوة تانية بسأل فين الإكس عوض عنها وطلع القيمة، يبقى ميل المماس يساوي كام؟ يساوي 7. طيب لما يجي يقول لي نفس المسألة، أوجد ميل المماس لمنحنى الدالة y بتساوي x تفعيل ناقص 5x تربيع زائد 12 مثلا، أو زائد 21 عند النقطة مثلا، يقول لي كام ده؟ 1 و 17. ايه بقى عند النقطة 1 و 17؟ ولا يهمني اي حاجة، ولا يهمني اي حاجة. لما يقول لي النقطة 1 و 17 هو الخطوة الاولى ايه؟ الخطوة الاولى
واي داش المشتقة الأولى. طيب احنا عارفين دي، طب نعمل الخطوة الأولى، 3 في 1 ب 3 اكس تربيع ناقص 2 في 5 بكام؟ ب 10 اكس. طبعا 21 مشتقتها صفر. طب احنا خلصنا من المشتقة الأولى عشان تاني الخطوة الأولى. طب الخطوة الثانية، الخطوة الثانية أنا محتاج إيه؟ محتاج أعرف فين قيمة الإكس اللي هعوض بيها. سهلة جدا، لما يديني النقطة دي الإكس ودي الواي بس، يعني هو بيلخبطني كده أو جايب لي مثلا حاجة عشان إيه؟ أتوه فين الإكس؟ لا، آدي نقطة في المثال اللي فات كان قال لي الإكس بتساوي 1 مباشرة، هنا قال لي النقطة 1 وكام؟ و17. أنا يهمني من الزوج المرتب ده هو الإكس، يبقى الاكس هنا بكام؟ الاكس بتساوي 1، يبقى انا هعوض بواحد برضو، يبقى واي داش بتساوي 3 في 1 تربيع ناقص 10 في 1، يبقى 3 ناقص 10 يساوي سالب 7، وهو ده من المنازل. ادي الفرق ما بين المساله الاولى والمساله الثانيه. طبعا من التطبيقات الاقتصاديه اللي احنا خدناها اللي هو ايجاد الداله الحديه. احنا عندنا اتكلمنا على داله التكاليف، داله الايراد، داله الربح، داله الايه؟ بصرف النظر عن المسميات هم كلهم يعتبروا زيهم زي بعض، هي مساله وخلاص. لما احب اجيب ده للتكاليف الحديه على طول اعمل ايه؟ اعمل تفاضل. اعمل ايه؟ تفاضل. كل المسائل كلها شبه بعضها، اذا كان مسماها تكاليف، اذا كان مسماها ايراد، اذا كان مسماها ربح، مش هيتغير. مطلوب ان انا اجيب التكاليف حديه او ايراد حدي او ربح حدي. الحدي معناها تفاضل، زي الترجمة كده، الحدي معناها تفاضل. أو أي دالة حدية عايز أوجدها هي أجيب المشتقة الأولى التفاضل بتاعها. طيب هنا بقى هيقول لي إيه؟ مثال أهو، إذا كانت دالة الإيراد، هي إيراد، الاسم بس اللي مختلف، الإيراد تعطى بالعلاقة f of x بتساوي 6 x تكعيب زائد 4 x تربيع ناقص 15 x زائد 11. أوجد الإيراد الحدي ثم أوجد الإيراد الحدي عند x بيساوي 1. طيب لما قلنا أوجد ولقيت اللي هو بيوجده في كلمة إيه؟ حدي. حدي ترجمناها إيه؟ ترجمناها تفاضل، المشتقة الإيه؟ الأولى. طب أنا عايز دالة الإيراد الحدي، يبقى f داش of x بس، يعني هي كلها ما هي الا مسميات. عايز داله الايراد الحدي، يبقى عايز المشتقه الاولى لداله الايراد ببساطه خالص، يبقى 3 في 6 بكام؟ ب 18 اكس اس 2 زائد 2 في 4 ب 8 اكس اس 1 ناقص 15 في 1 بكام؟ ب 15، وال 11 مشتقتها طبعا زي ما قلنا في 0. طيب هو قال لي سؤال تاني، كمل كده وانا مش واخد بالي، هل انا خلصت؟ لا طبعا. ثم اوجد الايراد الحدي ده لما اكس بتساوي كام؟ بتساوي 1، يبقى تعويض اكس بتساوي 1، يبقى تعويض مباشر. كل العمليه هي عمليه حسابيه، عمليه حسابيه بسيطه جدا. اف داش اللي هو الايراد الحدي، الاكس هنا بكام؟ ب 1، الاكس ب 1، يبقى 18 في 1 تربيع زائد 8 في 1 ب 8 ناقص 15، 18 زائد 8، 18 في 1 تربيع ب 18 زائد
8 هيبقى 26، 26 ناقص 15 يساوي 11. ايا كان هو سؤال واحد ينطبق على الثلاث دوال. اذا كان داله الايراد الحدي تعطى داله الايراد تعطى بكذا، فاوجد الايراد الحدي، يبقى معنى كده ان انا اوجد التفاضل. ثم لو هو حب يزود وقال لي هات داله الربح او التكاليف الحديه او الايراد الحدي او اي حاجه، عندما اكس يساوي كذا ما هو الا ايه؟ تعويض مباشر بالقيمه المطلوبه. طيب لو احنا خدنا من ضمن التطبيقات المهمه اللي هو المرونه، مرونه الطلب الايه؟ مرونه الطلب، داله مرونه الطلب خدناها قبل كده وقلنا داله مرونه الطلب داله مرونه الطلب. وهنا اخذنا تطبيق وشرحنا اما الطلب مرن اما غير مرن. وطبعا ردا على سؤال، لما اجي ادي سؤال او ادي تمرين ومثلا اوجد واسال سؤال هل الطلب مرن عند البي بيساوي كذا وعند البي بيساوي كذا وعند البي بيساوي كذا، ليس شرط ان واحد يطلع مرن والتاني غير مرن. هو لا، ليس له علاقة إلا بإيه؟ إلا المرونة طبعا اللي هو دالة المرونة إي بي. الفيصل عندي هو إيه؟ هل القيمة المطلقة بدون الإشارة، القيمة بدون الإشارة هل هي أكبر من الواحد؟ أكبر من الواحد يبقى الطلب دي أقل من الواحد، يبقى هنا الطلب غير مرن. الطلب غير مرن لأن دي أقل من إيه؟ أقل من الواحد. هل وعندي هنا إي بي اللي هو المرونة لما تبقى أكبر من الواحد، طبعا لما أقول المقياس يبقى بهم الإشارة، يبقى بنقول الطلب إيه؟ مرن. وليس معنى إن أنا جبت قيمتين في سؤال إن القيمتين لما أعوض بيهم يطلع الطلب واحد مرن وواحد غير مرن، لا، ممكن يطلع واحد مرن وواحد غير مرن، أو ممكن يطلعوا الاثنين مرن، أو ممكن يطلعوا الاثنين غير مرن. كل اللي هيتوقف عليه هو التعويض، وهل القيمة لدالة المرونة المقياس بتاعها اقل من واحد ولا اكبر من الواحد. طبعا لما اقول مقياس يبقى القيمه بهبال الاشاره. طب سؤال، السؤال سهل جدا. طبعا كيو اللي هي بتساوي دي عباره عن العلاقه ما بين كميه، اذا كانت العلاقه بين الكميه والسعر، طبعا كيو دي اختصار لكلمه كوانتيتي اللي هي الكميه، وقلنا الكلام ده قبل كده، الكميه. وبتساوي مثلا ايه؟ لما نقول مثلا بتساوي 600 ناقص مثلا 4 اكس اس 5، لا خلينا نستخدم 600 ناقص 5 بي تربيع مثلا، 5 بي تربيع. البي ديت اللي هي سعر الايه؟ السعر بتاع السلع. يبقى انا عندي علاقه ما بين الكميه المطلوبه والايه؟ ها؟ والسعر. بيقول لي عندي هات دالة المرونة ثم بين أوجد رقم واحد دالة المرونة، مرونة الطلب السعرية، رقم اثنين بين هل الطلب مرن أم لا عندما بي بتساوي 10 وبي بتساوي 20 وبي بتساوي كام؟ 30. بي بتساوي 10، بي بتساوي 20، بي بتساوي كام؟ بتساوي 30. طيب عشان بس لما نقول هنا هل هنا، عشان هنا في الاولى طلع مرن يبقى الثانيه غير مرن، لا ملوش علاقه. امتى بقى الطلب يطلع مرن او غير مرن؟ هنقول دلوقتي الكيو عندي بتساوي 600 ناقص 5 بي تربيع. ادي المساله من جديد، كيو بتساوي 600 ناقص 5 بي تربيع. اول حاجه بوجد حسب الخطوات زي ما احنا اتفقنا ستيب 1 الخطوه الاولى اهو عشان الناس تتذكر، بجيب كيو داش اللي هو المشتقه الاولى. طبعا دي احدى تطبيقات التفاضل،
يبقى لما اسمع كلمة دالة المرونة يبقى تفاضل على طول. بس الستمية مشتقتها كام؟ صفر. وهنا 2 في سالب 5 ما ننساش ان هي سالب، ما ننساش ان هي سالب. 2 في سالب 5 قدامها سالب، 2 في سالب 5 في سالب 10، وتنقص هنا يبقى مين؟ يبقى بي. طيب دي عندي كيو داش. الخطوة الثانية ستيب 2 اللي هو جيب دالة المرونة. دالة المرونة اللي رمزها اي بي، الاستك اللي هي المرونة بي، خلاص اللي هو السعر يعني. قال لي بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي بي في كيو داش، بي في كيو داش على بي على كيو، بي في كيو داش على كيو. بس هي دي المرونة، بي اللي هو الرمز بي اللي هو السعر، كيو داش انا حسبتها في الخطوة الاولى، كيو عندي اللي هو المسألة نفسها. يبقى سيادتك بتحط البي. واحد يقول لي البي ايه دي؟ البي ده هو القانون بيقول بي، حط بي ضرب كيو داش، ادي كيو داش مش صعبه ولا حاجه، ادي كيو داش سالب 10 بي على الكيو اللي هي المساله نفسها، المساله نفسها اللي هي كان بقى 600 ناقص 5 بي تربيع. بس نخلص بقى الخطوات دي في ابسط صوره. يبقى المرونه هتبقى طبعا سالب 10 بي في بي، تبقى سالب 10 بي تربيع على 600 ناقص 5 بي تربيع. هي دي الايه؟ المرونة. سالب 10 بي تربيع على 5 بي تربيع. بس هو بقى كان بيسألني ايه؟ سالب 10 اهي المرونة اللي انا جبتها، بتساوي سالب 10 بي تربيع على 600 ناقص 5 بي تربيع. هنا بقى رقم واحد كان بيقول لي شوف لي المرونة عاملة ازاي لما البي بتساوي كام؟ 10. نعوض على طول ب 10، تعويض مباشر، بي بتساوي 10. يبقى المرونة اي بي بتساوي، هعوض تعويض مباشر، يبقى سالب 10 في 10 تربيع على 600 ناقص 5 في 10 تربيع. الكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ سالب 1000. نحسبها. واحد يقول لي سالب 1000 جت منين؟ هقول له عندي ال 10 تربيع ب 100 في سالب 10 بسالب 1000 على 600 ناقص 10 تربيع ب 100 في 5 يبقى 500. الناتج عندي هيطلع سالب 1000 على 100 يديني سالب كام؟ سالب 10. واحد بقى يقول لي ده المرونة طلعت سالب 10 وده أقل من الواحد، يبقى الطلب غير مرن؟ أقول له لا، أنت غلطان. ليه بقى؟ لأن هو جه قال لي إيه؟ قال لي الطلب يكون مرن أو غير مرن لما القيمة المطلقة للإي بي اللي هي القيمة المطلقة لسالب 10 والقيمة المطلقة لسالب 10 تطلع بموجب 10، وبالتالي اللي بعد ما تطلع هي أكبر من الواحد، فيبقى الطلب ماله بقى؟ الطلب ماله أكبر من الواحد زي ما قلنا، يبقى الطلب ماله. طيب تعالوا لما نشوف الحالة الثانية. لما كان قال لي بي بتساوي 20، هعيد السؤال ثاني وعوض عن بي بتساوي 20، نحسب مرونة الطلب اي بي اللي هي كانت سالب 10، يبقى 20 تربيع اللي هي البي دي على كان هنا 600، ونرجع نراجع السؤال، ناقص 5 في 20 تربيع، يبقى 20 في 20 تربيع ب 400 في 10 يطلع ما ننساش السالب، سالب 4000 على هنا 600 ناقص 5 في 400، 5 و20 في 20 ب 400 تبقى بتساوي 0000 2000، يبقى 5 في 400 ب 2000 يبقى بتساوي عندي 4000 سالب 4000 على 2000 ناقص يبقى 1400. طبعا شيل صفرين مع صفرين يطلع
سالب 40 على 14، وممكن نراجع الحسابات على الاثنين فعل 20 على 7. اولا ال 20 على 7 تطلع 2.9 من 10 او كذا. المهم انا عندي ده بالسالب، لما اجي اجيب القيمة المطلقة لاي بي هتساوي القيمة المطلقة لسالب 20 على 7، هتطلع بموجب 20 على 7 اللي هي تقريبا هتطلع 2 وشوية يعني 2 وحاجة كده شوية، اللي هي في الاخر اكبر من كام؟ من 1، فيبقى الطلب مرن. يعني ملوش علاقة هل سؤال طلع مرن يبقى التاني غير مرن؟ لا، اكبر من 1 او اقل من 1 هي اللي تحت. طبعا احنا ده بالنسبة بخصوص الايه؟ التفاضل. نيجي بقى بسرعة كده على التكامل. التكامل، تكامل المتغير اكس، تكامل المتغير اكس، عشان نختصر بس قواعد كتيرة وحاجات كتيرة، بنعمل ايه؟ بنزود الاس بمقدار 1 ونقسم على الاس الجديد. تكامل متغير اكس، نزود الاس بمقدار 1 ونقسم على الاس الجديد. طيب حد هيقول لي ايه الكلام ده؟ ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده وعارفين، بس تعالوا بقى عشان الناس ايه، لو في ناس بعض الناس بتتلخبط ولا حاجة. ادي تكامل، طبعا دي علامة التكامل، اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 5 دي اكس، طبعا دي علامة التكامل ثابتة ودي علامة التكامل بالنسبة لدي اكس اللي هو المتغير اكس ثابتة. تعالوا بقى لما نحسب التكامل بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ ها؟ هنا اكس تربيع، التكامل عكس التفاضل، كنا هناك بنضرب وننقص، هنا لا العكس، بنزود ونقسم. نزود يبقى اكس اس 3 خلاص كده؟ يعني نزود الاكس اس 2 تبقى اكس اس 3 وخلاص؟ لا، قال لي اقسم على الاس ال 2 ولا 3؟ قال لي لا، الاس الجديد بقى اللي انت جبته، يبقى اكس اس 3 اروح اقسم على 3. طيب زائد، طب ال 3 ايه دي؟ اكتبها زي ما هي مالكش علاقه بيها. طب دي اكس، طب دي اس كام؟ يا ترى اس كام؟ اس 1. طب لما نزود 1 تبقى اس اكس اس 2، يا ترى كده وخلاص؟ قال لي لا، انت نسيت تقسم على الاس اللي طلع اللي هو 2. طيب يا جماعه دي 5، دي 5، اقول لك المفروض الخمسه دي هنا اكس اس 0. اي عدد تكامله اضربه في اكس، اي عدد تكامله اضربه في اكس. ليه؟ لان انا عندي 5 اكس اس 0 لما بتزود تبقى 5 اكس اس 1، يبقى اي عدد تكامله اضربه في اكس. وبعد ما اخلص تكامل اقول زائد ايه؟ زائد سالب بس وخلاص. دي بالنسبه لتكامل مثلا كسرات حدود. طب تعالوا ناخد واحده ثانيه، ناخد واحده ثانيه اهو تكامل. طيب اديكم ناخد مساله كبيره قوي، اكس اس 5 ناقص اكس اس 3 زائد 2 اكس اس 4 زائد 3 اكس تربيع ناقص 11، كل ده دي اكس. واحد هيقول لي المساله دي كلها، اقول له هي قاعده واحده وخطوه واحده وبطبق نفس الفكره، اي عدد من الحدود. وهي ايه بقى؟ التكامل، على فكره تكامل، تكامل لو احنا ركزنا في معنى اللي هو تكامل، يعني بنكمل حاجة أو بنزود حاجة، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إكس الستة الخمسة نزودها واحد تبقى ستة، كده وخلاص؟ لا، لسه ما كملناش، لازم يبقى نفسنا طويل. إكس أزود واحد تبقى ستة، أقسم على ستة، ناقص إكس أس تلاتة أزود واحد بقيت أربعة، نقسم على الأربعة. هنا زائد، أكتب الاتنين زي ما هي، أهو الاتنين. طب اكس اس 4 ازود واحد تبقى كام؟ 5، واقسم على كام؟ على 5.
هنا زائد التلاتة اكس تربيع، يبقى ازود واحد تبقى تلاتة على تلاتة. طب ناقص 11، اي عدد تكامله هو نفس العدد 11 مضروب في اكس، وبعد ما نخلص تكامل بنقول زائد ايه؟ زائد سين. طيب عندنا قاعدة كمان مهمة، اعتقد ان الكلام ده قلناه بس من ايه؟ بنفكر الناس بيه. وعندي قاعدة تانية اللي هو تكامل ايه بقى؟ عندي مثلا 2 اكس زائد 3 قص مثلا 7. نحفظ الشكل ده لانه هيجي لي كده. ازاي؟ تكامل قوس، القوس ده من الدرجة الأولى، يعني الاس هنا جوه القوس بيقصها كام؟ واحد، ومرفوع له ايه؟ مرفوع له قوس. تاني، عندي قوس من الدرجة الأولى، وبتجيلي المسألة كده. بتجيلي المسألة كده. ومرفوع له قوس كام؟ قوس 7. ده كده قوس من الدرجة الأولى. تكامله يبقى إيه بقى؟ سيادتك بتكتب القوس زي ما هو. 2 اكس زائد كام؟ 3. وتعمل ايه؟ كتبت القوس زي ما هو اللي هو من الدرجه الاولى، يعني لو جوه تربيع ما ينفعش الكلام ده، ومش هيجي لك جوه تربيع، هيجي لك بس اس 1 اللي هو مختار من الدرجه الاولى. كتبنا القوس، طب ونعمل ايه تاني؟ نزود الاس 1 يبقى كام؟ 8. زودنا الاس 1 بقى 8. نقسم على الاس الجديد اللي هو كام؟ 8. قسمنا على الاس الجديد. هل خلصنا؟ لا. قال لك واقسم كمان تحت في المقام على معامل الاكس اللي هو كام بقى؟ اللي هو 2 ده. في ناس بتنسى، بننسى دي. يبقى زودنا الاس 1 من 7 بقى 8، تمام كده. خلاص كده؟ لا لسه. ونقسم على ال 8 دي الاس الجديد، خلاص كده؟ لا برضه لسه. ودي ضرب مش اكس، دي ضرب. خلاص؟ دي ضرب. نضرب في معامل الاكس، معامل الاكس اللي هو كام؟ اللي هو 2 ده تحت. يعني الاس اللي انا طلعته ده اضربه في معامل الاكس، يعني الاكس ده قدامه 3 احط 3، قدامه 1 احط 1. زائد ايه؟ زائد ساب. يطلع ايه بقى عندي؟ تبص تلاقي القوس بنقله زي ما هو 2 اكس زائد 3 اس 8، وهنا ال 8 الاس ضربناه في معامل اكس اللي هو 2 بقى 16، وهنا زائد ساب. وشكرا، وخلصت السؤال وخلصت القاعدة على هذا الأساس. ونقدر نراجع عندنا الايه؟ القواعد الأخرى الخاصة بالايه؟ بالتكامل. ردا على سؤال بعض الطالبات، وبخصوص في الرياضات المالية، خصوص الرياضات الايه؟ المالية. قال لك هو ايه الفرق بين السنة اللي هي البسيطة واللي هي في الرياضات اللي ايه؟ الكبيسة والتجارية. احنا اتفقنا السنة البسيطة اللي هو العدد الايام السنة العادي، لو قال لي سنة بسيطة اللي هو 365 يوم. السنة الكبيسة اللي هي 366 يوم. السنة في التجارية 360 يوم. ايه الفرق بين دول؟ وامتى استخدم ده وامتى استخدم الرقم ده والرقم ده في الفايدة البسيطة؟ اولا قلنا ده عدد ايام السنة الفعلي. ده لما يكون شهر فبراير 28 يوم. ده عدد ايام السنة الفعلي لما يكون شهر فبراير 29 يوم. يبقى ده يفسر اليوم الزيادة ده منين. التجاري بقى، افترض البنك عندي ان السنة 12 شهر في 30 يوم، يبقى 300 وكام؟ و60. وعلشان الناس هتتلخبط في عدد ايام السنة، احنا هنقتصر في الفايدة على الفايدة الايه؟ التجارية. يعني كل الناس لما نيجي نسأل السؤال هنقول الفايدة
التجاري، وبالتالي يبقى ايام السنه المفترضه هي 360 يوم. واحنا لما جينا جبنا الفايده البسيطه اللي هو رمزنا لها بالرمز R، طلعت البرنسبل اماونت اللي هو المبلغ الاساسي في معدل الفايده في المده بالايه؟ بالسنوات. يعني مثلا لو عندنا واحد وضع مبلغ في البنك ويقدر ب 10 او يقدر ب 10,000، وكان معدل الفايده اللي هو مستخدمه ده او اللي هو بيطبق عليه 8%، وكانت المده 120 يوم. هنا المده بقى في الفايده التجاريه ما ينفعش اقول 120، الكيما ما ينفعش اقول 120، يبقى 120 مقسومه على 360، هو ده الفرق بس. ولما اجي احسب الفايده هيبقى بتساوي 10,000 في 8 على 100 في 120 على 360. ادي بس كل القصه في حاله الايام، ولو كانت سنوات يبقى ما عنديش مشكله، وفي حاله الشهور بقسم الزمن عندي على ال 12. طيب ده بالنسبه للفايده الايه؟ البسيطه. يبقى احنا دلوقتي لو جينا نتكلم على ايه؟ على الفايده البسيطه والفايده المركبه. هقول مثال يشمل الحالتين. هقول مثال كده يشمل كل الفايده البسيطه والفايده المركبه في مثال واحد، ونركز مع بعض عشان نلخص الموضوع كله في هذه الجزئيه. عندي سؤال بيقول ايه؟ اودع، نركز في المثال ده، اودع شخص مبلغ، ماشي؟ أودع شخص مبلغ 4,000 ريال. خلاص كده؟ بمعدل فائدة، بمعدل فائدة 10%. معدل فائدة 10%. رقم واحد، ركزوا بقى عشان رقم واحد، اوجد الايه؟ الفائدة اذا كانت المدة 3 سنوات، 3 سنوات، والمعدل سنة. يبقى الراجل ده، نركز بقى في المثال ده، اودع شخص مبلغ 4,000 ريال بمعدل فايده، ما قلتش فايده بسيطه ولا مركبه، 10%. اوجد الفايده اذا كانت المده 3 سنوات والمعدل ايه؟ سنوي. عايزين الفايده الايه؟ البسيطه. يبقى هنا المعدل ده معدل فايده بسيطه، يعني تم تحديد نوع الفايده اهو. تعال، هو في الاصل اودع شخص مبلغ 4,000، معدل فايده 10 ايه؟ في المية. خلاص، المده عندي كام؟ 3 سنوات. يبقى عندي الفايده اي تساوي البي اللي هو كام؟ 4,000 في المعدل سنوي. يعني ايه معدل سنوي؟ المعدل سنوي يعني ال 10% دول يخصوا السنه بالكام. يبقى نكتبها زي ما هي، نفس الرقم 10 على 100 او 10 من 100 في المده 3 سنوات. في المده كام؟ 3 سنوات. شيل ده مع ده يبقى 0 0، يبقى تطلع 1200. ونراجع الارقام تاني، 4 0 0 4 في 3 بكام؟ ب 12. طيب نفس الكلام ده، ماشي؟ لو كان بقى رقم 2، عايز الفايده نفس الكلام، الفائدة البسيطة إذا
كانت المدة 9 شهور، 9 شهور، والمعدل سنوي برضه، والمعدل سنوي. المدة 9 شهور والمعدل سنوي، يبقى الاي بتساوي المبلغ 4000، المعدل سنوي يعني يخص السنة بالكامل، يبقى هو نفس الرقم 10/100. في 9 شهور ما ينفعش اكتب 9 غلط. طب دي 9 شهور ما ينفعش اكتب هنا 9، لو كتبت 9 كده اعتبرتها سنوات. طب هي شهور، يبقى اقسمها على كام؟ على ال 12. ونيجي نشيل الصفرين مع صفرين، يطلع عندي 4 0 0 في 9 على ال 12، على 4 فيها ال 100، على 4 فيها ال 3، على 3 فيها ال 1، على 3 فيها ال 3، يبقى 3 في 100 بكام؟ ب 300. طبعا معاك آلة هتحسبها مباشرة. ده إذا كان المعدل سنوي والمدة شهور. طيب رقم 3 أو رقم 4، إذا كان المعدل سنوي أيضا والمدة بالأيام 120 يوم، 120 يوم، يبقى في هذه الحالة الفايدة سو 4000 في 10/100. ده 120 يوم، وانا اقتصرت، قلنا نقتصر على الفايدة الايه؟ التجارية للأيام فقط، علشان ما نتلخبط. ده 120 يوم فايدة تجارية، هل اكتب كده 120؟ لا طبعا، 120 غلط. يبقى 120 اقتصرنا على الفايدة التجارية، يبقى 360، يبقى هنحسبها، هتطلع صفرين يروح مع صفرين، وعندي 120 في الواحد، ودي فيها كام؟ فيها الثلاثة، تطلع 400 على 3، وممكن نحسبها دي الآن. ده بالنسبة إذا كانت المدة بالأيام والمعدل سنوي. يعني معدل سنوي؟ يعني السنة بالكامل هي 10%. طيب نفس القصة بقى، لو دي ايه بقى؟ قال لي هنا المعدل نصف سنة، المعدل نصف سنة، وكان كام؟ كان 10%. هل اكتبه 10% زي المرات اللي فاتت؟ قال لي لا، ده المعدل نصف سنوي يخص نص السنة بس. قال لا، لما يبقى المعدل بتاع نص السنة 10%، يبقى المعدل السنوي كام؟ ها؟ يبقى لازم نعدل المعدل ليصبح ايه؟ سنوي. ازاي؟ طب هو نصف سنة وهنا 10% تخص نص سنة بس، يبقى النص التاني 10، يبقى 10 + 10 يبقى 20، او نضرب 10 × 2 يبقى كام؟ 20. يبقى المعدل السنوي هنا اذا كان ده نصف سنوي، المعدل السنوي يبقى 20%. هي دي بس اللي ناخد بالنا منها. ولما نيجي نحسب الفايدة، يبقى بتساوي الاصل 4000، نفس السؤال اللي احنا بنحل فيه، 4000 في 20/100. طب واحد يقول لي 20 ليه وانت مدينا في السؤال كان المعدل 10%، بس انا جيت في السؤال مختلف تماما وقلت لك المعدل نصف سنة، يبقى يخص نص السنة بس، نضربه في 2 عشان يبقى سنة. اذا كانت مدة مثلا 5 سنوات، خمس، انا بقول مثال جديد، المدة بتاعته 5 سنوات، يبقى 4000 في 20/100 في كام؟ في 5، 0، 0 مع 0، وهنا 5 في 20 ب100 في 4 يديني 4000، 4000 اللي هو الفايدة. حد بقى يقدر كده يتذكر الجملة تبقى قد ايه؟ اللي هو المبلغ والفوائد. طب المبلغ كان كام؟ كان 4000، والفوائد كام؟ 4000 برضه، يبقى اصبح المبلغ كله كام؟ واصبح المبلغ 8000. ده بالنسبه للفايده الايه؟ البسيطه والحالات المختلفه لها. طب لو كان بقى فايده ايه؟ فايده مركبه. فايده مركبه، يبقى عندي قانون واحد. اول حاجه ببدا بقانون المجموع، اللي هو بيحسب لي المجموع كله،
المبلغ بالفويت بتاعه، وقانون ثابت ما بيتغيرش. ادي بي افتح قوس دي ضرب واحد زائد الار اللي هو المعدل على الان، وهنا الاس هنا ان في تي، وهنا كمان هنقتصر في الفايده المركبه علشان بس الناس ما يحصلش عندها لخبطه، هنقتصر في المده في الفايده المركبه على السنوات بس، مش هدخلكم في شهور ولا ايام. يبقى في الفايده المركبه هتجيلك المده كامل سنوات كامله خلاص. طب نفتكر كده ونتذكر الان ايه ديات. الان دي عدد اجزاء السنه، الان عدد اجزاء السنه. لو كان المعدل سنوي يبقى السنه كلها جزء واحد، وتحدد الان بيساوي كام؟ بيساوي، لو كان المعدل نصف سنوي يبقى هنا تم تقسيم السنه الى جزئين. نصف سنوي يبقى تم تقسيم السنه الى جزئين او فترتين، يبقى الان بتساوي 2. ربع سنوي يبقى تم تقسيم السنه الى 4 اجزاء. تلت سنوي يبقى الان بثلاثة، لان في هذه الحاله يتم تقسيم السنه الى 3 اجزاء. لو قال لي شهري بقى، لو قال لي المعدل شهري علشان بس لما يجي الكلام نلاقيه هو هو، شهري يعني تم تقسيم السنه الى 12 جزء، كل جزء شهر، يبقى الان بيساوي كام؟ بيساوي 12. واي مثال هيطبق عليه قانون الجمله، يعني مثلا لو انا عندي مبلغ اصلي اللي هو 5000 وقلت معدل والمده 4 سنوات، قلت مش هتكلم في المركبه الا على الثواني بس، والمعدل اللي هو ار بيساوي 8 على 100، وده هقول المعدل ده في المساله بتاعتنا ثانوي، ده معناها ان الان بتساوي كام؟ 1. يبقى الان بعرفها من المعدل. واجي بقى احسب، احسب ازاي الاول؟ احسب الاس. ايه هي الاس دي؟ الاس اللي هو ال 5000 مجموع عليهم الفايده، المبلغ الاصلي اللي هو 5000 مجموع عليه الفايده اللي هو بالقانون دي ضرب 1 زائد 1 زائد. طب واحد يقول لي دلوقتي الار بقى كام؟ هنكتبها كده عشان ما نتلخبطش، 8 من 100 على، طب الان بكام؟ على 1، وهنا الان ب1 والتي ب4، يبقى عندي 1 في 4 ب4، ونحسب ده باستخدام الاله الحاسبه ونعوض. هنا نعوض بقى، يبقى نعوض مره واحده 5000 يبقى في 1 زائد هنا 8 من 100 علشان ما نعملش كسرين فوق بعض، على 1، وهنا 1 في 4 ب4، نحسبهم يطلع لي المبلغ ال 5000 مجموع عليه الفايده. نقدر نحسب الفايده دلوقتي بان احنا نطرح المبلغ اس ده ناقص المبلغ بي، فنحصل على مقدار الفايده في هذه الحاله. ويبقى كده احنا راجعنا مراجعه سريعه ومبسطه على الربح البسيط والربح الايه؟ المركب. بكده يبقى انتهينا من محاضره اليوم، و بنستنى الاستفسارات والاسئله على الجزء الخاص بالمقرر من المحاضره الاولى وحتى محاضره اليوم. في انتظار الأسئلة الخاصة بالمنهج من الطلاب. أي أسئلة على أي جزء من المنهج مش مفهوم؟ طبعا بالنسبة للإيميلات، لغاية لما يجينا التليفون أنا بيجي لي إيميلات برد على يعني على معظمها في نفس التوقيت، يعني ما باخرش ايميلات، ولكن برضو في نفس الوقت بجمع كل الاسئله ديت في، ونستغل المحاضرات اللي هي فيها لقاء مباشر، وبرضو بحاول ارد على كل الاسئله عشان تغطي كل الايه الافكار لجميع الطلاب. في انتظار الصوت يوصلني المكالمات والاستفسارات بالنسبه ل
الجزء الخاص بمقرر الرياضة وأي شيء مش مفهوم نقدر. ألو 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 ألو، صوت بس مش واصل. ألو ألو ألو، اتفضلي. طبعا الصوت بيعتمد على جودة الاتصال والضغط على الشبكة، فاعتذر لاني مش سامع الصوت كويس. عليكم السلام ورحمة الله. الاختبار الفصلي ان شاء الله بيمتد من المحاضرة الاولى وحتى نهاية تطبيقات التكامل. الو الو الو، الو الو، طبعا وصول الصوت وتقطيع الصوت ده بسبب الضغط على الشبكة. الو الو، في انتظار الأسئلة والاستفسارات بالنسبة طلاب. الو عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بالنسبة للقوانين علشان محدش يسألني فيها تاني ومحدش يعني يضيع او يعني يستنفذ فيها الاسئله، بالنسبه للقوانين القوانين كل الطلبه مطالبين بالقانون، ولكن انا مراعاه للطلاب هجيب بعض باكد تاني اهوت بعض القوانين اللي هي يكون بتكون صعبه او طويله او فيها مشكله بالنسبه للحفظ، ولكن القوانين البسيطه والسهله دي مش هجيبها في الاختبار. القوانين اللي هتيجي هتبقى نماذج للقوانين الصعبة فقط وبدون تحديد أي منها، علشان بس يبقى الناس كلها مستوعبة وبتذاكر وعارفة هي بتذاكر ازاي. القوانين السهلة اللي هي مباشرة اللي هي تطبيق مباشر دي أنا مش هقدر أجيبها لأنها مش محتاجة، ودي ابسط حاجة بالنسبة للطلاب ان هو لما يذاكر بمجرد ان هو يقرأ الحاجات دي هيلاقي نفسه شغال، فمش هضيع فيها وقت واجيبها في الاختبار. انما مراعاة لظروف بعض الطلاب وكثرة القوانين انا هجيب بعض بأكد تاني اهو بعض القوانين الصعبة اللي هي ممكن تبقى فيها ارهاق شوية او في صعوبة في حفظها، علشان كل الناس يبقى عندها فرصة ان هي تحب. ولكن القوانين البسيطة المباشرة اللي مش محتاجة حاجة، يعني على سبيل المثال احنا ذكرنا في المحاضرة بتاعتنا اليوم قانون الفايدة المركبة اللي البسيطة، قانون الفايدة البسيطة بيساوي البي في الار في التي. هل في حد مواجه صعوبة ان هو يحفظ ان الفايدة البسيطة اي بتساوي البي في الار في التي؟ فده مثلا ده سؤال قانون مباشر وسهل وعبارة عن ضرب ثلاث أعداد في بعض، يعني ممكن أي حد يتذكر. في بعض القوانين بقى الخاصة مثلا بالمرونة مثلا على سبيل المثال،
القوانين بتاعته الخاصه بتفاضل قسم الدالتين وحاصل ضرب دالتين، اللي هي محتاجه يعني قانون طويل، قانون كبير. وباكد تاني لكل الطلاب، عشان انا عارف ان كل الطلاب سامعيني دلوقتي بدون تحديد، انا بدي امثله، مش معنى كده دي اللي هتيجي. انا هجيب القوانين اللي انا شايفها هتساعد الطالب ومش هتضيع وقته ومش هتسبب له مشاكل، بدون تحديد ولا الزام بقانون دون قانون. كلام واضح، يا ريت يبقى الناس واضحه بذلك. شكرا، عفوا، اتفضل. الو 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 ايوه، الله يعافيك، اتفضلي. معلش في صدى صوت فانا مش سامع كويس، ممكن تعيد السؤال؟ معلش، معذرة، بعتذر المرة التانية لان الصوت بيوصلني في صدى صوت فانا مش قادر افسر الكلمات. لو سمحتي ممكن تعيدها تاني واجاوب لك على السؤال. ايوه انا سامع قاعدة التفاضل، بس في قواعد كتير للتفاضل. انا ذكرت توضيح للنقطة ديت، والطالب هو يعني الطالب هو اللي محتاج ان هو يخلص الخطوة، لان انا اكدت وذكرت في اثناء المحاضرة ان السؤال لما بيجي في الاختبار او في الواجب او في اي مكان بيكون في صورة اختيار، كل الأسئلة موجودة في صورة اختيار. فأنا لما أجيب سؤال هحط الإجابة في الاختياري الصحيحة في صورة أبسط صورة. يبقى أنا دلوقتي لازم أتمرن وأتعود وإن أنا أوصل المسألة لنهايتها في أبسط صورة علشان يبقى عندي فرصة للاختيار الإجابة الصحيحة وأنا متأكد ومطمئن. وغالبا الأسئلة بتاعت الاختبارات بتكون أسئلة سهلة ومش مرهقة في الحسابات بتاعتها، بيراعى ذلك علشان الهدف بتاعنا مش ان انا اضيع وقت الطلاب في الحسابات. تبقى المسألة بنطبق قاعدة التفاضل او قاعدة التكامل، وبتبقى التبسيط اللي بعد كده بتكون حاجة بسيطة بيراعى فيها الارقام والرموز علشان يبقى اختصارها بسيط. ولكن انا بؤكد وكرر تاني ان الطالب هو اللي محتاج وهو بيذاكر ويحل ان يحاول ويتعود ان هو يوصل الاجابة لابسط صورة، لان بالطبيعة لما تيجي في سؤال اختياري هتيجي في ابسط صورة وليس تطبيق قاعدة التفاضل وبس. واضح الكلام؟ عفوا. الو 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 بعتذر مرة تانية لاني انا الصوت بيوصلني من الشبكة بصعوبة. عليكم السلام، اتفضلي. الله يعافيك، اتفضلي، ربنا يبارك فيك. بالتأكيد نعم.
لا المحاضرة رقم 11 عبارة عن ايه؟ عبارة عن حلول وتمارين، يعني ممكن تفيد ولا ما تفيدش. طيب خلاص، اللي شايفها مفيدة يراجع التمارين المحلولة، وبالتالي هي مراجعة على الموضوعات السابقة، فبالتالي اللي شايفها مفيدة ياخدها في الاعتبار، اللي يكتفي بالمحاضرات لغاية العشرة اللي هي الموضوعات اللي جاية في الاختبار هو كما يرى وكما يشاء وكما يحتاج. انا نزلت بالطبيعي لغاية، لا بالنسبة للمحاضرات نزل في لغاية المحاضرة 11 على البلاك بورد صحيح، ونزلت المحاضرات النصية المناظرة ليها على البلاك بورد تمام. بالنسبة بقى هل هينزل محاضرات تانية خاصة بالشرح الأجزاء القادمة اللي هي بعد نهاية التفاضل، ده حسب الجدول الزمني للوكالة هي اللي محدد، برجع لها. إذا كان القرار بأن احنا بنستمر في عرض المحاضرات أثناء الاختبارات بنعرضها، إذا هي القرار قالت أسبوع الامتحانات ما فيش محاضرات يبقى هي حسب ما تقرر، إنما إذا كان حسب اللي هو الجدول الزمني للوكالة وحددت ان في اختبارات في محاضرات للموضوعات التالية في اثناء الاختبارات هنزل، يعني ده هتوقف على التعليمات اللي هتجيلنا اللي هي انا هرجع واتأكد منها. اتفضل. الله يسلم. الو ايوه اتفضلي. اعتقد ان في فيديوهات لاستخدام الآلة الحاسبة في حل المعادلات واستخدام الآلة الحاسبة في حساب التكامل المحدود، ده فيديوهات كانت نازلة في السنة اللي فاتت، وحاول ان شاء الله قبل الامتحان كنت انا عاملها خارج المحاضرات، يعني دي ملهاش علاقة بالمحاضرات، دي حاجة كانت برضو اسئلة من بعض الطلاب احتاجوا توضيح كيفية استخدام الآلة الحاسبة، ففي فيديوهين خاصين باستخدام الآلة الحاسبة ملهمش علاقة بالمحاضرات للموضوعات بتاعت المقرر، دي حاجة تانية ان شاء الله بنحاول ننزلهم مرة تانية. انا زي ما ذكرت وبكرر تاني وباكد على ان الاختبار الفصلي هيشمل الموضوعات من اول موضوع في المحاضرات حتى نهاية تطبيقات التكامل اللي هي المحاضرة العشرة، والمحاضرة الحداشر نزلت وهي عبارة عن حلول لتمارين، يعني تعتبر مراجعة شاملة ممكن تساعدنا وتفيدنا، يعني احنا بنهاية موضوعات تطبيقات التكامل محدد به اللي هو الامتحان الفصل. وانا جاوبت على السؤال ده قبل كده وباكد تاني علشان يبقى الاجابه واضحه ومحدش يسالني ويستغل السؤال في سؤال اخر. اتفضل. المذاكره من المحاضرات ما تم المحاضرات الفيديو اللي هي تم رفعها، من المحاضرات النصية اللي هي مناظرة للمحاضرات على البلاك بورد اللي تم رفعها. لو احنا عايزين نحاول نوسع يعني نفهم اكتر ونعمل اكتر، عندنا المرجع وعندنا الكتاب، فكل طالب بيحدد هو محتاج لغاية فين، ولكن احنا الموضوعات غطناها في المحاضرات الفيديو والنصية، ومعنا الكتاب اضافي لان انا لو عايز ابحث في موضوع، عايز افهم اكتر، عايز افهم حاجة معينة، برجع للكتاب، هو مرجع مهم جدا بيساعدني في وقت الحاجة دي. الو اتفضلي. ايه
بالنسبة للتمارين اللي أنا بسيبها للطلاب يحلوها دي لهدفين. أول حاجة إن ليها تمارين محلولة في المحاضرة زيها بالظبط، فأي طالب يحاول يحلها بيرجع للتمارين، حتى لو مش عارف الخطوات يرجع ويتراجع ويتابع الخطوات هيلاقيها ويمشي نفس الخطوات هيوصل إن شاء الله ويستفيد. الحاجة التانية إن في ناس بتحل وتبعت لي الحل بتاعها على الإيميل وبصححه وبرجعه لهم مرة تاني، فعندي طريقتين انا اقدر ارجع لتمارين المحاضرة المحلولة. اللي روعي ان التمارين اللي بسيبها لكم بتكون على نفس الافكار ونفس الشكل بتاع التمارين المحلولة، فبالتالي انا اقدر ارجع اذاكر او احل التمارين في المحاضرات المحلولة وبنفس الخطوات اقدر استفيد واطبق على التمارين اللي مش محلولة. ولو بعد كل ده ما قدرتش اوصل او شكيت او عايز اتأكد من حلي، انا برحب باي حد يبعت لي الحل على الايميل الجامعي وبصححه وبرجعه له تاني في الايميل باك ايميل للتصحيح بتاعه. الله يعافيك. عليكم السلام ورحمة الله. تاني كده تاني. تمام. ماشي، هرد عليك. بالنسبة معذرة، بالنسبة للأسئلة الفنية احب اوضح واكد علشان بيجي لي اسئله من النوعيات دي كتير قوي. بالنسبه للاسئله الفنيه الخاصه باي جزئيه فنيه من احتساب الدرجات بمشاهده المحاضرات، دي بتتسجل عن طريق الاجهزه اونلاين، وده المسؤول عنها الدعم الفني، يعني هو اللي متابع وهو اللي بيحسب الدرجات وهو اللي عارف، وبعد كده بيديني تقرير وبيبلغني ده درجاته هنا كذا ودرجاته كذا، وبيديني مجموعة درجات الأعمال الفصلية لكل طالب في نهاية السمستر. فبالنسبة للأسئلة الخاصة للأجزاء الفنية ماشي، المسؤول عنها والمسؤول عن احتسابها وتطبيقها ومتابعتها واحتساب درجاتها والحالات المختلفة اللي بتقابل بعض الطالبات من مشاكل وغيره، دي مسؤول عنها الدعم الفني، وهو اللي بيحسب وهو اللي بيعمل. أنا يعني أنا الجزئية الخاصة بي هي الشرح وتسجيل المحاضرات والرد على الاستفسار والحاجات دي كلها، إنما في دعم فني هو المسؤول عن كل هذه المشاكل وحلها وحساب الدرجات ومتابعة الطلاب اللي دخل واللي شاف المحاضرة واللي نزل المحاضرة، كل ده هو مسؤول عنه وبيتابعه وبيديني في النهاية، هو بيحسب لي الدرجات وبيديني الدرجات في نهاية الأعمال الفصلية. فبالنسبة لكل الطلاب اللي تقابلهم أي مشكلة فنية في البلاك بورد، في تحميل المحاضرات، في الدخول، في الواجبات، حصل مشكلة أثناء الواجب، أثناء الاختبار، الجهاز قفل أو كذا، كل هذه الأمور خاصة بالدعم الفني، هو المسؤول. أي مشكلة بتجيني بحولها على طول، بعمل ريسند للإيميل للدعم الفني وهو بيتواصل معه. يعني اعتقد ان كل طالب عنده مشكلة من هذه النوعيات على طول يتواصل مع الدعم الفني، وان شاء الله بيردوا وما بيسيبوش حد لما يردوا عليه. احيانا بس بيبقى فيه ضغط فالرد ممكن يتأخر شوية او ما يتأخرش شوية، ولكن كل الامور دي حلها في الدعم الفني. اتفضل. عفوا. الو اي اسئله؟ الو عليكم السلام ورحمه الله، ربنا يخليك، تفضلي.
بالنسبة للتكامل في كسرات الحدود يجب أن يكون العدد الـ X أو المتغير X في صورة أسية ويكون فوق في عشان ما تقابلنيش مشاكل. أنا أقدر أحلها لما يكون تحت بس حسب قاعدة القسمة وتبقى مشكلة وطويلة، ولكن علشان الأمور تبقى بسيطة وسهلة لما يكون عندي جذر، لما يكون عندي جذر وحبيت أفاضل بحاول الجذر ده لأس وبفضله تفاضل عادي زي بينطبق على العدد، يعني اكس اس 5 بضرب الخمسة في اكس ونقصها واحد تبقى اس 4. طيب لو الاكس اس 3 على 7 كسر اهو مثلا نفس القصة، يبقى بضرب 3 على 7 في الاكس وال3 على 7 دي نقصها واحد ومعايا آلة تديني الناتج كام بعد ما نقصت واحد وبحطه فوق الاكس جديد وخلاص. لما يبقى في التكامل، لما يبقى في التكامل بزود الاس 1، انا عندي رقم كسر او عدد صحيح بزوده 1 ايا كان النتيجه بيديني 1 واقسم على الاس الايه الجديد. فيفضل مراعاه للسهوله وللبساطه ان في التفاضل وفي التكامل احاول اطلع الاكس من المقام الى البسط باس مختلف في الاشاره واقدر اطبق عليها قاعده التفاضل او اقدر اطبق عليها قاعده التكامل. وبالنسبه للجذر اذا كان في البسط بحاول الجذر الى صوره اسيه، طبعا كل الجذور بتبقى الاسس بتاعتها في صورة كسور، يعني الجذر التربيعي بيبقى الاكس اللي جوه قصها على الاثنين اللي هو دليل جذر التربيعي وهكذا ماشي، وبحولها لصورة اسس اذا كان جذر تكعيبي او جذر تكعيبي وابدا اتعامل معاها في صورة تفاضل او صورة تكامل حسب ما السؤال بيطلب، وده مراعاة للسهولة. اتفضلي 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 الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك عفوا. الو الو اي اسئلة تانية؟ انا طبعا اتمنى ان انا استقبل مكالماتكم لغاية اخر طالب محتاج يسأل، ولكن احنا عندنا مرتبطين بوقت ومرتبطين بتسجيل معين، فبرحب بكل الأسئلة عن طريق الإيميل. أي سؤال مع أي طالب كان نفسه يسأله ما قدرش يسأله في هذه المحاضرة يمكن يرسل إيميل. أي طالب أو أي طالبة محتاج يحل أي سؤال أو محتاج يأكد أي سؤال يبعت لي على الإيميل الجامعي، بصحح له التمارين وصحح له الحل بتاعه وبرجعه له. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.